والذي نفسي بيده، بيد من؟ بيد الله عز وجل. ليس معنى ذلك أنها أعني نفسه أنها بيد الله عز وجل بمعنى الموت فحسب، لا، بل إن موته وتصرفه وتقلبه وحركته بيد الله عز وجل. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.